واحد من أبرز كتاب ومحللي السياسة الخارجية في مصر، يتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة، ورئيس سابقاً مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات. يركز الدكتور فايز فرحات في دراساته وكتاباته على قضايا السياسة الإقليمية وصناعة السياسة الخارجية، وكان قد حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عن موضوع الإقليمية الجديدة في آسيا، وعلى الدكتوراه عام 2013 عن موضوع الاحتلال وإعادة بناء الدولة، دراسات مقارنة لخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة. بدأ فرحات مسيرته المهنية كباحث موهوب في مركز الدراسات الآسيوية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وخلال عمله بالمركز تولى رئاسة برنامج الدراسات الآسيوية، ثم مديراً لوحدة العلاقات الدولية، ومديراً لتحرير التقرير الاستراتيجي العربي، ثم رئاسة تحرير سلسلة كراسات استراتيجية، وبعدها تولى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني للمركز بين عامي 2017 و2019. وإلى جانب عمله الأكاديمي، تولى الدكتور فرحات منصب مدير عام مؤسسة الأهرام وعضوية مجلس إدارتها. وفي أبريل 2024 أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة تعيين الدكتور محمد فايز فرحات رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام. ويهتم الكاتب السياسي البارز بوجه خاص بالقضايا الآسيوية، خاصة الصين واليابان وكوريا الشمالية وأفغانستان، وبملفات الحزام والطريق وصراعات القوى الكبرى في آسيا والعلاقات الأمريكية الصينية والتفاعلات الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وللدكتور فرحات العديد من الكتب والمؤلفات، منها الاحتلال وإعادة بناء الدولة، حالات اليابان وأفغانستان والعراق في 2015، والحزام والطريق، المباراة الكبرى في القرن 21، بالإضافة للعديد من الدراسات المهمة، من أبرزها العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، حالة الفلبين، والعلاقات الكورية الإسرائيلية، والعلاقات العربية الباكستانية، ونحو سياسة خليجية جديدة، والصراع الأمريكي الصيني، والأزمة النووية الكورية، مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني، والإسلام الأسيوي، الميول التنموية مقابل التوجهات الجهادية، وخبرة الإسلاميين في حكم مصر، الانكشاف الفكري والتنظيمي. وللدكتور محمد فايز فرحات مقال ثابت في جريدة الأهرام، كان قد نال عليه جائزة رفيعة من نقابة الصحفيين لأحسن مقال سياسي.